بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية من محاسبة التكاليف والإدارية 2 قرارات التسعير وإدارة التكلفة Example number 2 on target costing Suppose that in Mecca company the target price of the calculator is 70 SR Annual sales volume of the new calculator is expected to be 50,000 unit تقريبا لحد دلوقتي نفس الأمثلة المثال واحد ولكن من أول هنا. مكة كومباني هاز 18 ريتيرن أون إنفستمنت تارجت يبقى ده عائد على الاستثمارات عائد عائد على الاستثمار المستهدف 18% هنا كان عائد على السيلز على المبيعات. الكابيتال انفستمنت 5 مليون اللي هي الاستثمارات ال سي ار ريكوايرد كومبيوت ذا يونت تارجت كوست بير كالكوليتر نحسب برضه تكلفه مستهدفه للوحده سوليوشن التوتال تارجت ريفينيو بضرب 70 في 50 3 مليون 500 الف التوتال تارجت اوبريتنج انكم بقى ما بناخدش بقى زي المره اللي فاتت 3 مليون 500 الف لا بنضرب ال في اللي هي العائد على الاستثمار في ال مليون اللي هي الاستثمارات انفستمنت تطلع تسعمية الف اس اي ار التارجت اوبريتنج انكم بير يونت ناخد بقى الف ناقص على ال50 يونت عشان نجيب للواحدة الواحده 18 التارجت كوست بير يونت بتساوي التوت تارجت برايس ناقص تارجت اوبريتنج انكم بير يونت بس سبعين 18 تمنتاشر تطلع اتنين وخمسين اس اي ار